الصحة السلام والتواصي طموح السفر زي نجمة في قلب الظلام. وهديك ياما البحر وهديك مجال ضيف النهار بتنادي الليل شمس المطر بوابة الليل الطويل شباك فاتح للقمر. يا زمان قرب الرحيل غير مكان خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمان نجمة بتلوح في البعيد وتغيب وسط سحبة دخان. يا دنيا دوري دوري يا زمان يا دنيا دوري دوري يا زمان قرب الرحيل غير مكان خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمال نجمة بتلوح في البعيد ورغيب وسط سحبة دخان. يا دنيا دوري دوري يا زمان 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 كويس يا قرنان. وين جايك؟ يوسف لا حول ولا قوة إلا بالله. جوبنا لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أوديك المستشفى يا حاج. مستشفى أنا خلاص انتهيت يا حاج. أمره بنفسك فوت فوت يا خالي. أمره بنفسك يا حاج. أنا لازم أوديك المستشفى يا حاج لازم. كان شافه هنا قدامه اقرب نفسك، اقرب نفسك يا اخي. معروف اغرى خبر الاسبوع، جريمه الاسبوع، طب يقتل تاجر معروف. طب يقتل تاجر معروف، ها. طب يقتل تاجر مشهور، مصيبه وحلت علينا. قد كان ناقص حصل. في شنو؟ نودي وشنا وين من الناس؟ في شنو يا عود يا اخوي، في شنو؟ خالد ماله خالد قتل له زول. خالد قتل البلد كلها بتتكلم. ما عليك. تصوري يقتل منو؟ يقتل تاجر في السوق، الناس كلها بتشكل فيه. أنا أقبل وين؟ أنا أطيل وين أنا؟ أقبل الناس كيف أنا؟ ها؟ ده بني آدم ده. يا خالد كل علي يا خالد يا أخوي، أنا لو مسكت السواد مسكت السيف والرماد يا إخواني. كل علي يا إخواني، المصيبة كل علي مشي يا إخواني، كل عليك يا ود أمي. كل علي كل نصيبة بقوا يسووا عليك يقولوا أنت سويتها. بتبكي على شنو؟ على فضايح أخوك؟ دي عاملة يا أمينة، يقتل لي واحد لماه من الشارع وفتح له بيته. أخوي ما قتل يا عباس عليك الله، طلبتك بالنبي خليني في بلوتي وخليني في نصيبتي. بلوتي؟ أي خليني يا عباس عليك الله. ده مجرم، حاقد، وحشي بشري، أعوذ بالله. ده هسه نقول للناس شنو؟ يا اخوي عليك الله بلا الناس تطير في السماء، انت ما عندك شغله غير الناس، كل شيء الناس ده اخوي وديك الناس. كفى الله يلعن ابو دعيشه دي. يلا كده يا عادل بالراحه كده، حاول تخلص من العصايه. ممكن يا رشا بس اقوم بها اول؟ لا ما تقوم بها كده، حاول تخليها بس اجربها دقيقه. يلا كيف اخذت العصايه؟ ايوه بس بالراحه كده، دوس عليها شويه بالراحه يا رشا. كويس كده كيف؟ ايوه يلا هات شجع. اسمعي ما سامع صوت؟ ما عليك كره عليك يا ولد. اي والله ده صوت امي فعلا، هو صوت امي. ما ليه يا ربي؟ طيب ما اعرف. فيشني يا ابوي؟ امي مالها؟ دي بلاوي خالك. خالي ماله؟ عادل الحق مصيبه. فيشني يا رجل؟ خالي ماله؟ قالوا قتل لي واحد. قتل؟ عادل يا حاج يا حاج يا حاج انت نايم ليه؟ وصلنا الأبيض قبل 10 دقايق. وصلنا؟ وصلنا اي وصلنا الأبيض؟ ايوه وصلنا الأبيض. تعبان يا ولدي والله تعبان. معلش سفرة متعبة خلاص. شكرا يا ولدي. الله يبارك فيك. مع السلامة. الله يسلمك. الله معاكم. الله يبارك فيك. برهانة يا برهانة يا أبويا برهانة يا حبيبتي. لك يا علي يا اخوي احلى لك يا خالد انا اصبحت زياده علي يا ود اخوك شنو بالله سيبينا انتوا بتطبعوا على شنو؟ واحد كاتب علي يا ود امي يقتل لا ويقتل منو؟ يقتل الراجل الاكرم الراجل اللي فتح له بيته وعشان شنو؟ عشان يسرقوا مسكوا يا عوض قرعنا يا اخوي قرعنا يا ود امي ما مسكوه لكن حيمسكوه حيمسكوه هاي حيروحوا وين يعني؟ بوليس البلد دي كلها فتش عليهم كلها الفضيحه انه ناشرين صوته في الجرايد خلاص سمعتنا انتهت قرعنا يا عوض انت بتفكر في رقبتك ما بتفكر في اخوك يا اخويا اخوك ليس بينا بلا اخوك بلا كلام فارغ وقاعد نفسه حيهرب يهرب وين؟ يهرب يمشي وين؟ حيتقبض وحيتحاكم وحيتشني ايوه حيتشني يدفع ثمن جريمته لازم يدفع ثمن جريمته كفايه تقتل روحك بالبيكه، شنو يعني؟ هسه كيف يا عادل؟ مش أحسن شوية؟ خلوني يا رجال خلوني يا جماعة نخليك كيف؟ ما لازم تاخذ العلاج، قوم ابلع الحبوب خليها بعد شوية يا رجال بعد شوية ليه يعني؟ المانع شنو تبلع سيبون؟ أمسي يا عادل انت عامل فينا نخليه هدى يرتاح يلا السلام عليكم يا ريس مرحبا اهلا مبارك ازيك يا اخي كيف احوالك؟ بخير الحمد لله وين الحيبه؟ والله الحمد لله ازيك؟ جزاك الله الله يسلمك يا اخي ليه باكم؟ باكم باكم بتاع فيت باكم فيت والله مبارك ما عندنا في ناس كثار جا سالوا منه كده شوف اولاد المنقوري بجاي ولا الجماعه دي احتمال يكون عندهم ما اسمك ده الحاصل يا ريس؟ الحاصل شنو؟ صاحبك دبه ماله؟ قتل التاجر التاجر منو؟ التاجر الساكن معاه طبا اسفين يا سيد ساعدنا الازعاج، نحن مقدرين ظرفك لكن ده شغل ها؟ ارجو انك تعذرنا يعني. كانوا كابوس فظيع منو كان يصدقني ده يحصل؟ منو كان كله مجانا يا سيد سعد اهدى كده وورينا الحاصل شنو بالظبط ها؟ أنا عايز توصف لي شفت شنو بالضبط كده ها؟ ممكن نبدأ؟ كنت نايم فوق الأوضة بتاعتي أيوه وبجد ساعتي كانت لي في كركبة فوق الأوضة جوا أنا أخيرا كنت مساعد تعبان ما قدرت كله مجانا. يا سعد يا سعد اهدى شجع يا اخي شجع ورينا حصل شنو بالضبط. ها سعد اهدى كده وروق وافهمني قال حصل شنو بالضبط بعد حرقنا من الغلطه بتاعتك. شفت شنو؟ اوصف لي المنظر بالضبط كده. مش ايوه شفتها سعد يا اخي سعد يا اخي شجع وورينا الحصل شنو. سعد نحن معتمدين على اقوالك دي تماما عشان نقبض المجرم لازم نعرف الحصل. شفت ابوي راكب سواقه والدم طالع بالصدر وبالبطن. طيب وين كان جنبه منو؟ جنبه منو يا سعد؟ ها؟ كان جنبه المجرم حقير التعفي أبوي أكرم وسواه زول. كان بعيد واحد من ناس البيت وآخر جزا لأبوي من يقتلوه. منو هو؟ اسمه منو يا سعد؟ ها؟ اسمه منو المجرم ده؟ اسمه طبة. ايوه طبة اسمه طبة. أيوة. واسمه الحقيقي خالد اسماعيل. طيب يا سعد طيب انا عايزك توصف لي بالضبط كده شفت شنو لما خشيت الاوضه ولقيت ضبة واقف جنبه. قال حصل شنو بعد ذاك؟ احكي لي المنظر بالتفصيل يا سعد. شفت ابوي الراجل. ايوه على الواطه وطبة كان جنبه. ضبة كان واقف ولا قاعد ولا شنو بالضبط؟ كان ما بتذكر. كان واقف ولا قاعد ولا شنو بالضبط؟ كان منحني. طيب والسكين؟ سكين كانت فوق ايده والشنطة فيها قروش كانت جنبه. بس كده انت حسمت الموضوع تماما يا سعد. نحن ان شاء الله حنجد المجرم وحنلاقي جزاؤه بعدين. وبعدين بالمناسبه نحن نشرنا صوره في الجرايد. اوعى تقتلوه لازم تقتلوه كلب زي ما قتل ابوي. كما قتلته انا بقتله بيدين انا بقتله بيدين. ده كلام ما بيدخل راسي ابدا يا رشا. خلينا يمكن يقتل لكن يا عادل كل الجرايد بتقول انه هو القاتل. ابدا يا رشا خالي بريء. التهم دي كلها ملفقه له وساكت. عادل ما تنسى انه اصابع الاتهام كلها بتشير له. في حلقه ضايعه يا رشا انا ما اعرف شنو. كده انت اقعد اول حاجه اتكلم وانت قاعد. ما قادر يا رشا ما قادر. خليه بريء يا رشا انا لازم اتحرك واعمل حاجه. يا عادل ما تنسى انه انت مكسور وكسرك ده لازم يكبر. اقعد يا اخوي. اقعد كيف يا رشا؟ اقعد كيف وكل الناس بتفتش عن خالي عشان تلصق له تهمه هو ما عملها. ما بقدر يا رشا ما بقدر. تدريس؟ ان شاء الله خير. ما شفت كرناف؟ ابدا. ولا عرقله؟ ولا عرقله، كم يوم كده الحقيقه ما شفته. ان شاء الله خير. دايرهم ضروري، لو لقيت اي واحد فيهم تلمني فيه. اسمع، عرقله عنده اخته ساكنه في الحاج يوسف اسمها حليمه، ما عارف بالظبط بيتهم وين؟ ابدا والله حقيقه ما عارف، لكن لو قابلتهم بكلمهم بقول لهم الرئيس عايزكم. سمعت اللي حصل؟ ضبه ما قتل التاجر. ضبه ما قتل ولا بيقتل. ايوه صح، انا ذاتي بلاي استغربت، قلت ضبه ده اصله ما بيقتل، انا ذاتي مستغرب من الحكايه دي. انا عارفه وبعرف بلقاه كيف، وضبه ده اصله من اللي خلقه ما حصلش له سلاح، ما بيقتل. ناس دي لو لقيت في اي واحد فيهم تلمني فيهم. أنا في رجاك. ها؟ حاضر. ده شنو ده؟ أقعد قول لي ما أعرف. رشا أنا ما ممكن أكون قاعد كده من غير ما أعمل أي حاجة. يا عادل ما تنسى إنه رجلك مكسورة وعندك كسير يعني. أنا لازم أصل ود المرحوم ده وأعرف منه تفاصيل كثيرة جدا غايبة علي. بالطريقة دي بس هضطر أمشي معاك يعني عشان أسوق لك. ممكن أروح. انت شفت خالي بعينك وهو ماسك السكين ومنحني فوق ابوك الله يرحمه؟ كان منحني على ابوي والسكين كانت فوق ايده. كان ماسك السكين بيده اليمين ولا يده الشمال؟ كان السكين كان ما بتذكر. حاول تتذكر، بيده اليمين ولا بيده الشمال؟ كانت فوق يده الشمال. كتر خيرك يا اخ سعد، ربنا يرحم الوالد ويجبر كسره. طيب انا استاذن. خير يا رجل. خالي بريء يا رجل. وقال لك كده؟ وقال انه شاف القاتل ماسك السكين بيده الشمال وخالي ما كان بيستخدم يده الشمال. كويس، اخبار حلوه جدا خالص. ده برضه ما دليل قوي يبرئ خالك. بس يا استاذ عبيد، لما دارك تعرف انه خالي اطلاقا ما استخدم يده الشمال دي في حياته. طيب ما قاعد يستخدمها خالص. ممكن يكون حول السكين من يده اليمين ليده الشمال بعد ما. انا اسف يا عادل، انا محامي بتعامل مع الحقائق بالادله الداموه، وخالك كان موجود في مكان الجريمه. ايوه نعم، كان في مكان الجريمه، لكن يا استاذ عبيد الحقيقه الواضحه انه خالك في ورطه يا عادل، ولو اتقبض هيتحاكم. ما كان في داعي تجي المكتب. طيب عن اذنك. منو؟ أنا موسى. جابك لشنو؟ على شنو؟ دقيقة يا أخي. دقيقة شنو؟ برسلنا لك الرئيس يا أخي. الرئيس؟ والله تقول لي لقيتني والله بعوضك، بأذيك بنتهي منك. خلاص ما بكلمه يا أخي، ما بكلمه. تقول لك كلمة كده ولا كده؟ بأذيك. يا أخي بقول له ولا تجيب ولا أي حاجة. امشي من هنا. الواحد لو ما طفش من البلد دي ما بيرتاح من العوارض دي. ما لقيته أنا يا ريس. فتشت عليهم ما خليت فجة، ما لقيته. سألت كم نفر كده برضه قالوا ما شافوهم. أنت خايف مالك يا موسى؟ أنا خايف؟ أنا لا خايف، لا بعرف الخوف. يروحوا مني وين؟ أنا بعرف بلقاهم. أقلب الواطة دي وبطلعهم. عرقلة؟ لا يا عرقلة، شايف عمايلك؟ الرئيس بيكوس علينا. خليه يكوس، ما بلم فينا. يا رب عايز مننا شنو؟ اوعى يكون فاكر انه نحن زغنا بالقروش. هو عارف القروش نحن ما شلناه، لكن صاحبك داير ينجي صاحبه ويخلينا نحن نتحاكم. الجرايد كتبت كده، كل الادله بتقول انه ضبه القاتل. ما كنت تقتله يا كورناف، حسي تورطنا زياده. اسوي لي شنو يا اخي؟ اتشربك فيني يا اخي، قدر ما طولت له روحي اتشربك فيني يا اخي، ما كان في طريقه غير انه انا اقتله، لكن ما تخاف، كل الادله بتقول انه القاتل طبه. نحن بس كان ختين الرئيس ما بتجينا اي عوجه، لكن نعمل شنو؟ لافف ورانا طوالي. الله يكفينا شره. لو الله قص رجله بس يتعرض لنا، دي حياه ولا موت، ما في لعب. انزل يا حامد. في شنو يا جماعه؟ يعقوب، هارون، الحكايه شنو؟ حكايه شنو؟ يعني ما عارف يا حامد وهدان؟ لا ما عارف. جيتوني في المكتب قلت لي يا لحمه معانا، ما قلت لكم ماشيين وين، وما سالتكم. اسالكم ليه؟ ما انتم ناس اخواني وصحباني وشركاء. ركبت معاكم العربيه، امشي بيه جاي مشيت، اطلع كده طلعت لغايه ما مركتوني هنا. انا داير افهم جايبيني هنا ليه؟ جايبينك هنا ليه؟ جايبينك هنا عشان نتحاسب الليل يوم الحساب. حساب شنو يا اخي؟ دخلنا البلد دي نحن الثلاثه وما في واحد فينا عنده غير عراقه وسروال وعصايه والطاقيه، تتذكر؟ كيف ما بتذكر؟ خدتين ايدينا سوا، نتعاهد سوا، نشتغل سوا، لكن الطمع ظهر والخاين الله يخونه. في سنه واحده بس حالنا بقى غير الحال، من حوامة الشوارع لطبلية لدكان لوكالة ومصانع لكوندات. بدينا يا اخوان، لكن انت طماع، والطمع ده لا بقدم ولا باخر. يا جماعة ما تظلموني ساكت، انا لا طمعت ولا خنت، كده اسمعوني. اسمعنا انت بقيت تلعب بضنبك بورانا، ونسمع تحت حامد سوى عصار الزيت في مروابة، تانية في النهود، تالتة وين؟ حامد هبش تجارة الحدود. ونحن نسمع ونتلفت، نقول يا جماعة حامد ده صاحبنا واخونا وكنا نعيشوا ملح سوا. في النهاية بورينا، والله يكون عامل المفاجأة. والمفاجأة انك كنت عايز تتخلص مننا، ترمينا في الشارع وتخم اي حاجة. تهم اي حاجه. يا جماعه كده اسمعوني، يا جماعه كده اسمعوني يا اخي. كان سمعناك ولا ما سمعناك يا حامد؟ تاني ما فايده. والباقي اهو الباقي يا اخوانا، يا جماعه كده نتفاهم من اول جديد. ما في مفاهمه، ضيعت فرصتك براك وجبناك هنا عشان نصفي حساب. السمسم والكركديه والصمغ كله ده تمرقنا مني ملوص يا حامد، الله لا كسبك. يا جماعه يا جماعه انا مستعد اسجل لكم اي حاجه في اساميكم. تاني في حاجه؟ لا ما دايرين خلاص. اقيف هنا جاري وين؟ جاري وين؟ لا تجري، ارطب جناحين بنحصلك. يا جماعه حرام عليكم، لا تجري مننا. وين انت؟ يا جماعه حرام عليكم، انا ما اخوكم حامد وهداني يا اخوانا. يا اخوانا مالكم يا اخوانا؟ لا انت خلاص بعد الطمع الكثير ده والليله نهايتك هنا يا حامد وهداني. يعقوب هارون يا اخوانا تسوي شنو؟ انا اسوي الواجب. ريشتك دي الليله بعيجه لك، تموت هنا وتدفن هنا الليله يا حامد. يا اخوانا حرام عليكم يا اخوانا، يا اخوانا والله انا عيان، والله امبارح كنت في الدكتور وعندي ولادات يا اخي. ديل مشي الهمهم، احنا بنعيشهم لك احسن عيشه، لكن انت انتهيت. هو فيكم بقليه يا اخوي يا اخي، ما تفكوا، اوعى تخليهم، انا بجيلك من ورا، امشي كده، اوعى تخليهم، دارين يقتلوني يا اخي. مالهم ذي يا حاج؟ ديل ما عندهم معي اي حاجه، دليل يقتلوني. لكن في شنو الحاصل شنو بالضبط؟ ديل قصتهم طويله جدا جدا. اركب طيب، اركب عربيتك حاج، اركب. تعال انت ذاتك اركب معي. قلت لك اركب امشي فوت، خلينا يا اخي بالله. قلت لك اركب معي ما بخليك والله. يا حاج قلت لك اركب خلينا نمشي يا اخي. قلت لك انت انقذت حياتي من موته محققه. قلت لك اركب امشي فوت، خلينا يا اخي بالله. قلت لك ما بخليك كله ولا دايري ولا كلمه. طيب اركب يلا. تعال. والله لكن ديل غريبين بشكل معادي. دارين يقتلوني صور. عشان بموت كلابات قاموا. لكن الحق علي انا، الحق علي انا، سويته بناس دارين يطبحوني متشردين صعاليك ليس الا. لكن ما قلت لي انت جابك الحته دي شنو؟ والله يقول لك شنو يا ابن العم، قدر. والله فعلا قدر، فعلا قدر، عشان تنقذني. انت اسم الكريم منو؟ انا اسمي صلاح. عاشة الاسماء. صلاح منو؟ صلاح عبد الكريم. وانا حامد وهدان، تاجر استيراد وتصدير، وعندي مصانع زيوت وصابون. من وين يا صلاح؟ انا من كريمة. من كريمة؟ نعم. يا سلام يا سلام، بطل صنديد، أدبتهم تمام. شغال؟ والله الحقيقة يعني الواحد يعني موضوع بس لا لا لا. بس ما تقول ولا كلمة، أنا عايز كده تشتغل معاي. ها؟ تشتغل معاي والله أبسطك بسطة جد. المرتب ده أهنيك فيه زي ما أنت داير. لا الحاجات دي مسألة بسيطة يعني، ما فيها خلاف يعني. خلاص تشتغل معي طوالي. ها قلت شنو؟ والله يا أخي كده الموضوع ده حس أخليه يعني، بس زي ما قلت لك تشتغل معي، ومن الليلة أنت شغال معي. مسألة المرتب بجيه لك تمام التمام. مسألة السكن بدبرها لك. ما عندك اي مشكله. جميل. أه؟ جميل. انا في الحقيقه مما حصل حبيت اجيبك هنا واكرمك وبس، لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى جابك لي من السماء، تبقى لي ذراع يمين ان شاء الله. ان شاء الله. ها؟ أه؟ ان شاء الله. هسه دحين طوالي نمشي على البيت، تبيت معاي وصباحات الله بخيرك. خير ان شاء الله. بسم الله. يلا. نحن اسفين جدا على الازعاج. ولا يهمك، احنا مقدرين ظروفك. في الحقيقه نحن في سباق مع الزمن، بنحاول نجمع اكبر كميه من المعلومات في اقل وقت. وانا ما جاي هنا عشان احقق معاكم، انا جاي اسالكم اسئله بسيطه لو ممكن. اتفضل خذ راحتك يا اخي. طيب المتهم اخر مره شفته متين؟ والله المخلوق ده انا خلقته ما شفتها لي سنين. يعني انا يا اخوي يعني زارني مين خشمت باب؟ انت دي اخته وديك اخته. شقيقته بتم وابوه جه من خشم الباب وقف سلم علي واطمأن على صحة الأولاد وفات. من اليوم ديك تاني ليه يوم الليلة دي ما عتب البيت ده. ايوه انا مشيت. انا جاني لكن جاني وقعد معي في البيت شوية. قام فات لكن تاني ما جانا. ايوه صح انا قابلت اخوه عوض مشيت له في المكتب. طيب يعني يا مدام تاني اصله ما جاكم بعد الزياره ديك ابدا؟ لا ابدا ما حصل ما حصل. طيب يا اخوانا انا متاكد انه انسان في ظروف زي ظروفه دي بيحاول يزور اسرته او اي واحد بيرتاح له او بيحس بانه قريب مني. ان شاء الله يجي. فانا عايز اوضح حته معينه انه الزول لما يختفي بيكون اكيد تعبان نفسيا وجسديا. اكيد. ولو سلم نفسه ده بخفف عليه كثير. طبعا. فانا عايزكم تنصحوه اذا زار اي واحد فيكم بانه يسلم نفسه. كويس. ان شاء الله. طيب يا اخوانا انا للمره الثانيه بتاثر جدا على الازعاج. اتمنى انه نتعاون كلنا مع بعض لمصلحه المجتمع. ان شاء الله. طيب مع السلامه. مع السلامه. الله يخليك. اها نبقى لكدي للفضايح دي تحقيق وبوليس وما اعرف المستخبي لنا في المستقبل شنو. يا ربي انا عملت شنو في الدنيا دي؟ انا في الدنيا دي عملت شنو يا رب؟ مش معقول اللي بيحصل ده. ده كلام فارغ. ده كلام فارغ هيتم تناقصه. أنا يجيني ضابط الشرطة في المصلحة قدام البسوة ولا ما بسوة يا عباس؟ أنا يجرجلوني ويحققوا معي؟ لا أنا خلاص انتهيت يا عباس. أنا سمعتي اتدمرت ومستقبلي اتدمر. مستقبلي اتدمر نهائي يا عباس أنا خلاص. يا أخي أنا قبل لحظات طلع مننا البوليس. أنتوا شنو؟ ما ناس؟ ما بشر؟ حرام عليكم. خلوا عندكم شوية دم شوية شعور. انتوا ما قلنا نفسكم ما عملوا شعورنا نحن. ده ما اخوك ود امك ود ابوك خالد ده ما لحمك ودمك. حرام عليكم يا جماعة حرام. اختشوا يا ناس اختشوا يا عالم اختشوا. باقي لك الرئيس بخلينا كورناف يفتش قدره يفتش بعد ذاك حيقنع. ما بيقنع هو بريد ضبه شديد وما برضى فيه شيء. انا عارف ده لكن هو مقتنع انه هو اللي قتله لكن انا خايف انه يكون ضبه شاف. ما شاف هو متاكد انه ضبه ما بيقتل. انت عرقله ما تجقلب. انا ما قاعد القضية دي لابسة ضبة لابسة وانت ما حجك حاجة. طيب لو مش بلغ البوليس ما بيقدر. يعني ايه؟ حيقول انه هو اللي اقنعنا نحن نمشي نقتل التاجر. حيبلغ عن نفسه ما ممكن. بتعالي ليه كده ليه يا كورناف؟ انت الشاهد الوحيد اللي شافني وانا بقتل. الحاله ما واحده انا وانت ما واحد. انا لو خديتك انت تاني ما حجيني حاجه.